هل أبو الهول هو تكريم لإدريس عليه السلام؟ ما هو الدليل على ذلك الكلام؟ ما هي التفسيرات التي تم ذكرها لتأكيد أن إدريس كان في تلك الفترة أصلا؟ تابعوا معنا هذه الحلقة المثيرة ولنتتبع معا حقائق هذه الأسئلة المثيرة ولنصل إلى الحقيقة معا. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم العديد من قصص الأنبياء، ومن بين أنبياء الله تعالى هو إدريس عليه السلام، حيث أشار القرآن الكريم إلى اسم النبي إدريس مرتين، مرة في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ومرة في قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فوصفه الله تعالى بالنبي الصديق وكذلك من الصابرين، وهو ثالث أنبياء الله تعالى في الأرض. حينما نتحدث عن النبي إدريس عليه السلام فنحن أمام معالم شخصية فريدة يصعب معها الفصل بين الحقيقة والأسطورة لندرة الثوابت فيها وترك العنان للمؤرخين والمفسرين في سد ثغرات القصة قليلة المحتوى عبر تصورات وآراء ونظريات متنوعة. عندما نتوقف عند اسم هذا النبي والذي يشهد تباينا بين الأديان والحضارات المختلفة، إلا أن اتفاقا حول طبيعة الدور المؤثر الذي لعبه عبر التاريخ الإنساني جعله مخلدا بصرف النظر عن الاسم الحقيقي لهذا النبي الحكيم، فهو هرمس الهرمسة وأوزوريس عند القدماء المصريين وإخنوخ في الإنجيل والتوراة وإدريس عليه السلام في القرآن الكريم. ويقول المؤرخون إنه ينتسب إلى أمة أستريان أقدم الأمم، وملتهم هي ملة الصابئين، ويعتقد أن دنانوخ الوارد ذكره في كتاب الصابئة المقدس، وهي ديانة الله الأولى التي أنزلت على نبيه ورسوله آدم، ولهم كتابهم المنزل الذي يسمى جنزربا أي الكنز العظيم. ويعتبر النبي دنانوخ إدريس رابع أنبياء الصابئة، وقد أسماه البعض إله الحكمة عند المصريين، والذي يسمى بالإله تحوت أو توت، كما ينسب إليه مجموعة من النصوص تسمى متون هرمس، وهي تنطق بالوحدانية لله وتنفي عنه صفة الألوهية، وتثبت أن المصريين القدماء عرفوا التوحيد في العصور الأولى. وتحت اسم إدريس تحدث المفسرون الإسلاميون أنه أول من خط بعد آدم عليه السلام وقطع الثياب وخاطها. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. واختلف في نسبه، وأشهر ما قيل هو إدريس ابن يرد ابن مهلاييل، ويسمى أيضا أخنوخ، وينتهي نسبه عليه السلام إلى نبي الله شيث ابن آدم عليهم الصلاة والسلام. والسبب في تسمية إدريس بهذا الاسم لأنه مشتق من الدراسة، وذلك لكثرة دراسته للصحف التي أنزلت على سيدنا آدم وابنه شيث عليهما الصلاة والسلام، كما ورد ذكره في القرآن الكريم. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وفي تفسير ورفعناه مكانا عليا ورد عن مجاهد قوله: إدريس رفع ولم يمت، كما رفع عيسى، وأنه رفع إلى السماء الرابعة. وإذا أضفنا مسألة الرفع إلى الدور الديني والتنويري والنهضوي لإدريس، نستطيع أن نمسك بالأسانيد الكافية التي نستطيع أن نعول عليها عند الربط بينه وبين شخصية أوزوريس صاحب الأسطورة الشهيرة الأقدم من عصر الأهرامات. فأوزوريس صار ملك العالم، وما أن صار ملكا حتى رفع الشعب المصري من حالته البائسة، وجعلهم يعرفون ثمرات الأرض، ومنحهم القوانين، وعلمهم أن يحترموا الآلهة، وبعد ذلك زرع الأرض كلها لينشر فيها الحضارة، مما أوغر صدر شقيقه الأصغر ست فدبر لقتله، إذ صنع تابوتا على مقاس أوزوريس، وأعلن على الملأ أن التابوت سيكون من نصيب الشخص الذي يناسب مقاس التابوت تماما عندما يركض فيه. وشرع المتآمرون مع ست يجربون الركود في التابوت فلا يناسبهم، حتى جاء دور أوزوريس الذي ما رقد في التابوت، حتى أسرع ست والمتآمرون معه بغلق التابوت بالمسامير والرصاص المنصهر، ثم حمل التابوت وتم إلقاؤه في النيل،
وتمضي الأسطورة مع رحلة زوجته أوزوريس في البحث عن جثمانه وعثور إيزيس على جثمانه وإخفائه عن أعين ست تمهيدا لإعداد طقوس الدفن. ولكن ست ينجح في العثور على الجثمان ويمزقه إربا وينثر أشلاءه على طول مصر وعرضها، وتعود إيزيس مرة أخرى إلى رحلة البحث لتجمع أشلاءه حتى نجحت في ذلك وجلست تبكي وتستعطف الآلهة فرقت لحالها. فقامت أمه نوت بإحياء رميم عظامه فقام من بين الأموات ثم حملت منه بوحيدها حور. هل من المعقول أن رمزا للحكمة والمعرفة كإدريس عليه السلام عاش في عصر الفراعنة ولا يخلد بأثر باق؟ يذكر غير واحد من المؤرخين الإسلاميين ومنهم جلال الدين السيوطي في كتابه تحفة الكرام في أخبار الأهرام من أن إدريس عليه السلام استدل من أحوال الكواكب على كون الطوفان فأمر ببناء الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم وما يخاف عليه من الذهاب والدثور، وهو ما ذهب إليه ابن النديم في الفهرست. إنه كان أحد السبعة السدنة الذين رتبوا لحفظ البيوت السبعة، وإنه كان إليه بيت عطارد وباسمه يسمى، فإن عطارد باللغة الكلدانية هرمس، وقيل إنه انتقل إلى أرض مصر بأسباب وأنه ملكها، وكان له أولاد عدة منهم طاطا وصا وأشم وأثريب وقفطة، وأنه كان حكيم زمانه. ولما توفي دفن في البناء الذي يعرف بمدينة مصر بأبي هرمس ويعرفه العامة بالهرمين، فإن أحدهما قبره والآخر قبر زوجته، وقيل قبر ابنه الذي خلفه بعد موته، والصبية تزعم أن أحد الهرمين قبر شيت والآخر قبر هرمس، والملون قبر صاب ابن هرمس وإليه تنسب الصبية، وهم يحجون إليها ويذبحون عندها الديكة والعجول السود ويبخرون بالدخان. ومن مجمل هذه الأدلة يمكننا أن نربط شخصيتنا بالأهرام بشكل أو آخر، ويرى الكثيرون أبو الهول هو الأثر الخالد لإدريس عليه السلام، ويمكننا أن ننظر إلى أبو الهول بصورة مغايرة لوصفه كأسد برأس إنسان وكأنها من المسلمات، مع أنها فرضية ضمن فرضيات عدة. فالصخرة الصماء خلت من أي نقوش أو كتابات تتحدث عن التمثال وطبيعة دوره، وتركت للنظر فقط لتحديد ماهية التمثال. فلماذا لا ننظر إليه بصورته الطبيعية الواضحة كإنسان كامل يديه تخطان على الرمال؟ وفي مشهور الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وكان إدريس عليه السلام يخط على الرمال، وعلاقة أبي الهول بالرمال علاقة وطيدة ترافقت مع التمثال عبر تاريخه. بل الطريف أن النقش الوحيد على التمثال كان تتويجا لهذه العلاقة، فلوحة الحلم، وهي لوحة تذكارية أمر بوضعها الفرعون تحتمس الرابع بين اليدين الممتدتين لتمثال أبي الهول، تخليدا لحلم حلم به هذا الفرعون قبل أن يعتلي عرش مصر في عام 1401 قبل الميلاد، عندما كان أميرا شابا وكان يقوم ذات يوم بالصيد على هضبة الجيزة. وفي النهاية نود أن نذكر لك عزيزي المشاهد أن هذه كانت معظم الآراء في مسألة ربط نبي الله إدريس بشخصية أوزوريس وتمثال أبي الهول، ونرجو منك عزيزي المشاهد أن تشاركنا رأيك وما تعتقده أنت في التعليقات. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفون بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا، ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا، ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا، ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا، ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا. اللهم أعظم لنا نورا وأعطنا نورا
واجعل لنا نورا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.